نعمل جولة بصالات العرض بالسينما تنشوف آخر الأفلام. ضمن أفلام هالأسبوع الرومانتيك كوميدي لاجيز مع كيرا نايتلي، سام روكويل وكلوي غريس موريتس عن سيدة بعد علقانة بمرحلة المراهقة. The infamous Hank Palmer, the jaded lawyer with no respect for the law. والفيلم الدرامي The Judge عن محامي بيرجع على بلدته ليلتقي بوالده قاضي البلدة وعائلته مع روبرت ديفال وروبرت داوني جونيور. Hello. Yes, this is Valentine, Maria Pander's personal assistant. Clouds of Sils Maria. الفيلم اللي افتتح مهرجان بيروت الدولي للسينما بحضور بطلة الفيلم النجمة جولييت بينوش وأداء رائع منها ومن كريستين ستوارت عن ممثلة طلب منها لعب دور بإعادة للمسرحية اللي أوصلتها للنجومية من 20 سنة مع كلوي غريس موريتس والكتابة والإخراج لأوليفيا السياس. رح ننتقل على المطبخ لنشوف الطبخات الطيبين وشو بده يعملنا وشو رح يحضرنا وشو رح يطعمينا بآخر النهار. أحبائي صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم معنا. أربع دقايق سريعين جدا جدا، واللي بيسمع رولا بفكر عن جد أنه بعد ما أكلت شيء لحد هلا. أوكي، اليوم هلا أنا عم بعمل بيتزا بس بالخبز العربي العادي، يعني خبز البيتا تبع البيت من دون نحن ما نروح نعمل عجينة ونروح بعدين نلبك حالنا، مع أنه أكيد عجينة البيتزا طيبة، بس عم نعطي كمان شوية هيك أفكار زيادة عن اللزوم خلينا نقول. طيب بسرعة، اول شيء شو عملت انا؟ اخذت سفينه دجاج، تبلتهم شوي صغيره بالهيل، شوي صغيره اذا بدنا بالحر، كمان بالاوريجانو بالملح، وجينا شويناهم لكونهم مشويين خالصين. انا رح اخذ شقفه منهم ورح اجي اقطعها شرائح، طلعوا كيف حلوين بتعقد، وهيدي رح استعملها تنعمل فيها بيتزا، وفيكم تعملوها اكيد تحطوا لحم تحطوا فطر بتعرفوا، انا اليوم رح استعمل الدجاج بهالطريقه. واحد، اثنين، اخذنا رغيف خبز واخذنا الابعتين، هيدي ابعه وهيدي اثنين، وبدنا نستعملهم اثنيناتهم. رح ناخذ الابعه الاولى رح نحطها هيك هون، رح اخذ شوي صغيره من صوص الطومات او كاتشب مثل ما بدكم، انا اخذت كمان الكاتشب لانه كمان الكاتشب بحبوه كثير الاولاد الصغار ومتعودين عليه، كما انه فيكم تعملوا صلصه بندوره مع الاوريجانو مع زيت الزيتون، بتعرفوا عملناها كذا مره مع اوراق الحبق البازيليك بيطلعوا بعقده بجننوا. يلا موتزاريلا او اي نوع من الجبنه بنحط على اول طابق، طلعوا كيف، وبنحط الخبز الثاني فوقهم. لماذا؟ ليه بتقولوا؟ لانه بعدين بتدوب الجبنه، وبس تدوب الجبنه بيلزقوا الخبزتين على بعضهم، وبهالطريقه الخبزه اذا كانت انجرحت شوي او يعني صار في ثقب فيها ما بيمر كمان الحشو اللي حاطينه على الصينيه اللي نحن عم نخبز فيها او المقلي اللي عم نخبز فيها. من جديد يلا يا شيف شادي، هيك كاتشب او توميتو صوص بسرعه 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 هالطريقه، وبنروح على الحشوات. انا عندي من الزيتون الاسود، طلعوا كمان شو حلوين، عندي من الزيتون الاخضر، هون بصير واحد كل واحد على ذوقه. بتعرفوا شيء بالعالم بعتقد في شيء حوالي 3-4 مليون نوع من البيتزا، يعني كل ما تغيروا شغله بصير عندنا طعمه مختلفه. بندورة يا شيف شادي مقطعين بهالطريقة أو طماطم، فلافلة حلوة خضراء وصفراء وحمراء إذا كانوا موجودين عندكم. واو، منروح على السفين الدجاج اللي عملناهم، طلعوا شو حلوين بهالطريقة. نتفة صغيرة من الأوريجانو لازم، وآخر شيء شوي صغيرة من الجبنة على وجهن، ويلا كلها سوا هيك على صينية يا شيف شادي وعلى الفرن. نتركن على الساعة 12:05. هلا أول شيء عم تكتبوا قدامكم الوصفة، بس بعدين فيكم ما تكتبوها لأنه هيني اللي شافها أو اللي حضرها خلص دخلت براسنا، وحطوا شو ما بدكم، البيتزا بيلبق لها كل شيء. على 12:05 عندي البيكاتا مع الفطر. واو، نتركن. رولا أنا بتمنى أنكم ترجعوا يعني تكفوا معنا عالم الصباح، بس ما تفكروا أنه رح ترجعوا تشوفوها للبيتزا لأنه بتصور رح تصير بمعدتي. أما هلا رح ننتقل لعند دكتور غسان طبعا، وفكرة صعبة كتير وموضوع الحلقة مثل ما قلنا قبل الفاصل الإرادة والطاقة، ورح نتعرف كمان مع دكتور على أمال شعيا أديبة وشاعرة وتفاصيل أكتر بصعبة كتير. you
صباح الخير دكتور. صباح النور. كيفنا اليوم؟ نشكر الله. تمام، هذه أول مرة أنا بطلع نحن أنا صحيح. وأنت سوا على الهواء، طبعا حضرتك قبل ومن أحلى الفقرات. فاليوم موضوع حلقتنا راح يكون عن الإرادة والطاقة، واللي هو موضوع كتير حلو. بتعرفنا أكثر على ضيفتك؟ صحيح. نعم. شكرا لك رولا. شكرا لك دكتور. أديبة وشاعرة أثقلت موهبتها بالدراسة الأكاديمية نار الدراسات عليا بالأدب العربي، أسست لجوقة اسمها السراج تتنعش وتضوي على التراث اللبناني، اشتغلت وألفت جمعية هي حلم الغد. اليوم مع ضيفتنا العزيزة أمال شعية. بونجور أمال. بونجور غسان. بونجور لا أهلا وسهلا أمال. أكيد تحية كبيرة لكل مشاهدينا. شكرا لحضورك أمال. مرسي لكم أمال. السؤال الأول، ليش سراج وليه جوقة وليه جمعية وليه كتب؟ وقد كان صعب تحققيهم كلهم، وشو أكثر المشاكل اللي واجهتيها؟ أكيد غصان طريق الألف ميل بتبلش بخطوة. أكيد يمكن أنا لما صار عندي البروبليم يلي بسبب أنا تدريجيا عم بفقد نور البصر، بس كتر خير الله لأنه الله بحياتي ما فقد بصيرتي. أكيد المستحيل ممكن يصير ممكن لما أنت بتتخطى المشكلة وبتقبلها. وأنا أكيد يعني بقوة الله، الله يلي بحياتي، يعني أنت لما بيكون الله هو الحجر الأساس بحياتك بتقول يا رب. صحيح. وبيكون الله حاضنك بأشخاص كتير من حولك بيدعموك، وأكيد الأشخاص يلي من حولي كتار يلي بحبوني، وعلى رأسهم أختي يلي بحب أكيد وجه لها تحية. أكيد بتوصل، يعني وما في شيء مستحيل، وبصير المستحيل ممكن أكيد. بس أهم شيء أنه أنت ما تيأس، ما تخلي اليأس يسيطر عليك، عطول يكون عندك أمل وعطول نهار جديد، ومع الرب ما في مستحيل. صحيح. اكيد مع الرب تحديدا اذا تحديدا على الارض، يعني على الأرض. انت واجهتي اساستي جوقة السراج. صحيح. من مين مؤلفه وشو صعبه واجهتيها انت؟ اكيد يعني بحب ضوي على جوقة السراج. جوقة السراج هي اسستها صار عمرها حوالي السنه وشوي. هي بتضم عدد كبير من الاشخاص المكفوفين، ومعنا يعني بعد كم اشخاص، هن اشخاص اكيد بيشوفوا، اكيد هن حجر دعم لنا بقلب الجوقة. نعمل نشاطات كتيرة، هلأ باثنين تشرين أكيد بحب أدعيكم منظمين حفل بعود ريع للأشخاص المكفوفين. دايماً عطول عنا نشاطات هدفة دعم المكفوفين، لأنه نحن بتعرف يمكن في شغلة بحب ضوي عليها كمان من خلال برنامجكم. نحن كأشخاص مكفوفين وكأشخاص يمكن أشخاص ذوي حاجات خاصة، إذا بدي أقول يعني إذا بنفوت بالدولة بحسها كتير مقصرة تجاهنا، فنحن أشخاص بنتكل على حالنا لنقول لهم أنه نحن موجودين ونحن عنا طاقة وقدرين نوصل. نحن من خلال الجوقة عم ننقل تراث لبنان، قادرين ننتج ونحن موجودين. يعني أنا مثلا بحكي بشكل أنه بشكر الله يمكن أنا وصلت لمرتبة مثل ما ذكرت حظك، أنا دراسات عليا بالأدب العربي وحائزة كمان على دبلوم بدراسات اللاهوتية. هذا كله أكيد لأنه أنا اتكلت على ربي وعندي إرادة. يعني لو بدك تضل ناطر مثلا الدولة شو بتقدم لك ووين بتقدر توصل، دولتنا ما عم تعمل شيء لنا، بدليل أنه قانون الخاص فينا له من سنة 2000 بالجرور. هذا لو بيفعلوه قديه بيدعموا أشخاص أشخاص ذوي حاجات خاصة. ما بحب استعمل كلمة معوقين لأنه أنا برأي الشخصي كل إنسان عنده حاجة خاصة، كان عنده في أشخاص عندهم عيها بتكون ظاهرة وأشخاص بيكون شيء مخفي، يعني بيكون يمكن ما عندهم شيء جسدي بس بيكون شيء بداخلهم يعني. بس أهم شيء بهالنقطة بالذات، سوري لو قطشتك، أيوة لأنه بهمني وصل مساج من ورا هالنقطة. كثير أوقات بيقولوا لنا رولا ما أكيد تسمعيها، أشخاص عندهم مشكلة عندهم حاجة خاصة، بتقولوا أنت بختبرها أنا، يعني من أقرب الناس اللي بيقولوا لي أنت عم تعمل أشياء كثير دراسات عليا وكل شيء، بس تتعود على الحالة اللي أنت فيها، أو لأنه قد إيه المساحة لطموح أمال، قد إيه المساحة لهالفعل التعويض أو هالكومبونساسيون عم تعمليه أو سبليماسيون، أنت عم تتعالى عن مشكلتك تقدر تحققي، وقد إيه هذا شيء مشروع، يعني أنا من حقي روح لهالنقطة هيدي. هيدا حق شو بيقولوا هالأشخاص بالذات؟ أنا بقول إنه كل إنسان عنده حاجة معينة، ما يخاف، ما ييأس، ما يقعد بالبيت خايف، لا يطلع وهو يتكل على ذاته ويقول يا رب، ولازم يعمل شيء لأنه الحياة نعمة ولازم يستثمر كل لحظة فيها ويكون موجود. وانا طموحي ما له حدود،
كل يوم عندي حلم ومع الرب اكيد رح اوصل لمطرح ما انا عبالي اوصل. يعني انا يمكن اليوم مثل ما ذكرت حضرتك انا كاتبه برصيد كتابين وحاليا عم حضر لروايه كتابين. الاول عيون روايه سوري عرفت انه الروايه مرشحه تكون معده تكون سيناريو وحوار واعداد كمان مثل ما ذكرت يعني بشكر الله انه من حولي في اكيب كتير دعمنا عم نشتغل على الرواية انها تتحول لسيناريو حوار وتنتجها مسلسل ان الله راد اكيد وقريبا بتبصر النور. وكنت عم بذكر عن كتبي كتاب اول بعيون بلون المغيب بيحمل عنوان وكتاب تاني ازهير المستحيل ومترجم للغة الانجليزية وهن موجودين بانتوان ليبريري انتوان لكل شخص اكيد بحب يحصل عليهم واديتنج عين الرماني اكيد. أمل بدي اسألك قدي فقدين نظرك او البصر اخصب لك مخيلتك ما في يعني انا هلا حس اختباري الشخصي يمكن وقتها فقط نظري كمان مخيلتي صارت اوسع اكثر خصوبه بالافكار بالصور هلا هي بتلعب دور الفكره اللي عم تحكي عنها بس انا كبكتب انا من قبل ما افقد بصري انا بال 2006 صار عندي بروبلم من انا وصغيره بكتب والكتاب هي عالمي المفضل يلي على طول بحب اكتب وكل شيء بحس فيه انقله من خلال الكتابه وبالدليل انه انا لما فقدت بصري ما وقفت عندي هاي الموهبه كملت من خلال اكيد بحب ضوي على نقطه انه بعالم التكنولوجيا خدمونا كثير من خلال الكمبيوتر صحيح في بروجرام اسمه جوز بينزل على الكمبيوتر بنقدر نعمل تايبنج ونكتب ومثل اي شخص بيشوف وعادي يعني بنقدر نتواصل ونحن عندنا حق بس يا ريت عن جد رساله للدوله انه يتطلعوا شوي اكثر بالملف المعني هلا رساله تركيا لاخر شيء اكيد خلي الرساله لاخر شيء صحيح عندك بحب ارجع شوي لجوء السراج مثل ما كنت ذكرت انه نحن كجوء اشخاص مكفوفين هلا ب 22 الثاني عندنا حفل وبدعيكم وبشركم دعوه من هلا هو رح يكون برعيه مجلس الدكواني نهار احد على 7:30 ومثل ما ذكرت ريعوا بعود للاشخاص المكفوفين دعوه عامه يعني دعوه واكيد لكل شخص بحب يحصل اكيد على كارت ما بعرف اذا في مرق رقم على الهواء اكيد 70691456 ولكل شخص اكيد عم يسمعنا وبحب يدعمنا بالبطاقات يتاكد انه هذا الدعم عم بيروح للاشخاص المكفوفين. طب امل بدي اسالك بدي افترض محرولة قاعد وزير الثقافة انت مألفة جوكة السراج مش هيك صحيح وهي واحد من اهدافها انه تنعش التراث وتحافظ على التراث اللبناني مزبوط هذا واحد كان من طموحك ومحلي انا وزير الشؤون الاجتماعية بدي رسالة بدي جودة جودة رسالة لوزير الثقافة اللي محل رولا قاعد ورسالة ل وزير الشؤون الاجتماعية اكيد اكيد اول شيء بنحييهم اكيد لوزير الثقافة ولوزير الشؤون الاجتماعية بنحييهم اكيد رسالتي شكرا خسيري كل واحد اكيد رسالتي لوزير الثقافة كل واحد شخصيا لأله نحكي يأمن وزير الثقافة يأمن انه كل شخص عنده حاجة خاصة هو شخص بيقدر يعطي كيف انا شخص بكتب وعندي ثقافتي في اشخاص كتار وفي اشخاص منسيين يا ريت بتذكرون عن جد لانه حلو يعطونا هاي الفرصة انه نحن نبرز ونلمع اكتر يعني اوكي نحن عم نشتغل على حالنا وعم نتقدم بمجهودنا بس كمان حلو هن يدعمونا يطلعوا يعني مش بس يتذكرونا بالانتخابات يعني يتذكرونا على طول فانا بوجه التحية لوزير الثقافة وبحب اقول له انه عن جد انه يامنوا فينا وانه نحن اشخاص عندنا طاقة وعندنا ثقافة ومنبدع عندكم موهبة وهبة على لبنان وين ما كنا نعم. وقبل ما اوجه رساله لوزير الشؤون مثل ما قلت لي بحب اذكر انه جوقة السراج يلي احنا عم ننقل تراث لبنان بكانون عندنا سفره على فرنسا على نوتردام دو ليبون حاملين تراثنا ورايحين على هالبلد الحلو اكيد نحمل لبنان فنحن هيدا بمجهودنا بفرنسا بباريس بفرنسا بباري بنوتردام دو ليبون صحيح فاكيد اذا بتكونوا بفرنسا بندعيكم تحضرونا حفلتنا رح تكون لو 14 لكن لجميع مشاهدينا اذا كانوا بفرنسا مدعوين روحوا يحضرونا اكيد ولا مدعوين ثانك يو مع التيكت مع التيكت اوكي بنطلع لنا واحد اضافي يا ريت صح مضبوط الجيل 100% ولو وزير الشؤون كمان بوجه له تحيه اكيد على كل البذول على كل يعني الجهود يلي عم يبذلوها كرمالنا وزارة الشؤون يعني عم بتقدم شيء حلو للشخص المعوق انه هي عم بتساعده
انه عم بيساعده ليكفي دراسته، يعني بتعرف من خلال البطاقه يلي بيحصل عليها كل شخص عنده حاجه خاصه، من خلال هالبطاقه نحن عم نقدر نتابع دراستنا، بس يا ريت يعني هيدي البطاقه بيفعلوها لاشياء نستفيد فيها اكثر بحياتنا، مش بس انه لا يحصوا كم شخص في عنده حاجه خاصه، اوكي ميرسي كثير انه عم يدعمونا لنتعلم، هذا شيء كثير مهم، بس كمان في قصص ثانيه نحن مثلا بحاجه، في اشخاص كثير وصلوا لاعلى الشهادات وهن قاعدين ببيوتهم، نحن بحاجه انه نشتغل، يعني نحن بالنهايه مش عم نتعلم لنحط شهاداتنا بالجرور ونحن قادرين نعطي يعني. فبتمنى من وزير الشؤون انه يفعلنا دور هالبطاقه اكثر، يعني اكثر بحياتنا، يعني تناخذ حقوقنا اكثر بقلب المجتمع. امال انا بالكلمه اخر كلمه قلتيها بدي ب 40 ثانيه تقولي لي او تقولي للمشاهدين للشعب اللبناني اللي عم يسمعنا كيف هالذهنيه كيف بدنا نغيرها؟ شخص عنده شهادات عليا قاعد ببيته بس لانه عنده مشكله بدي اقول رساله للمجتمع بحد ذاته، بدي اقول لهم انه يوثقوا فينا، مش انه مثلا شافوا هي لك مثلا هذا الشخص هي حرام، هيدا الحرام ما بتقدم وما لها معنى، لانه نحن عم نبرهن لهم انه نحن قادرين نعطي وهن حرام، لكل شخص بيقول حرام بقول له يعتذر عن هالكلمه وما بقى يقولها، لانه هيدي ما بتخدم، ما بتخدمنا، بالعكس هيدي انه هي عم يعني عم بيقولها ونحن ما عم بتاثر فينا، لانه نحن عم نبرهن لهم اكثر انه نحن اشخاص فاعلين وقادرين نكون وفرضين وجودنا، يعني بدي اقول بس يوثقوا فينا، يعني ببلش من الدوله وزراء نواب وثقوا فينا دعمونا، للشعب كمان يوثق اللي قادر يعطي يعطي ويدعم انسان بحاجه لوظيفه، يعني شرعوا لنا وحققوا التشريع ونفذوا القوانين اللي حطيتوها، يعني رح نزل على النيابه اكيد مش حكي، يعني مش حكي اكيد ومش حكي، انا عم نحكي فعلا اكيد. أنا بدي اشكرك امال من كل قلبي، ميرسي لحضوري، ميرسي، انا اللي بدي اشكركم اكيد دكتور غسان وامال، بدي اقول بس جمله انه انتم النموذج اللي نحن عن جد عنا ثقة فيه وبترفعوا لنا راسنا، وخاصة بهالطاقة والإيجابية يلي عندكم إياها، يلي كتار ما عندهم هالحاجات الاحتياجات الخاصة وبيفقدوا لها. أنا بدي أتشكركم، بس سوري بلا بحب أهديكم كتابي الزهير المستحيل بلصم أوف ذا امبوسيبل مترجم للغة الإنجليزية، لنا الشرف أكيد. تفضلي رلا. شكرا دكتور غسان، شكرا لك أمال، يعطيك ألف عافية. رح نتوقف بشكركم أكيد مجددا، وهلا رح نتوقف مع فاصل إعلاني ومن بعدها بنكون مع الشيف شادي والطبخات الطيبة.